نأخذ قشور الثوم تكون مغسولة من قبل، نأخذ مقدار كف اليد ونضعه في إناء يفضل أن يكون دائما من الزجاج، وبعدها يوضع لتر من الماء المغلي. كما يمكنك إذا كنت مستعجلة على عمل هذه الوصفة عمله على نار هادئة جدا، كما يمكنك نقعه بهذه الطريقة. نتركه ينقع لمدة ساعة كاملة. بعد مرور الساعة الكاملة نأخذ زيت الخروع، نضع مقدار بالنسبة لهذه الكمية نضع ملعقة شاي صغيرة فقط من زيت الخروع بهذا الشكل، ونخلط زيت الخروع، طبعا قلت بعد مرور الساعة، نخلط جيدا. ثم نقوم بتصفية هذه الوصفة وتوضع في بخاخ، ونقوم بضخ الشعر بعد الاستحمام. كما يمكنك استخدامه كآخر شطفة لشعرك، كما يمكنك عمله في بخاخ، كل واحدة حسب ظروفها وحسب الجو الملائم في بيتها، يعني حسب درجة البرودة في البيت. يمكنك استخدامه في بخاخ، كما يمكنك شطف الشعر قلت كآخر شطفة للرأس. ونعمل حركات، يعني نقوم بتدليك فروة الرأس بهذا المكون الرائع جدا لحوالي 5 دقائق، وبعدها نلف الرأس. ويمكنك استخدام مجفف الشعر من بعيد إذا كان الجو بارد عندك. طبعا نترك هذه الوصفة دون شطف نهائيا، ستلاحظين نتيجة اللمعة من أول استخدام لهذه الوصفة. هذه الوصفة يمكنك حفظها في قارورة من زجاج إذا تبقت لك، ويمكنك استخدامها من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع حسب كل استحمام. في هذه الوصفة دور زيت الخروع رائع جدا، يعمل على تطويل الشعر، هو مدهش لتطويل الشعر وتكثيفه، حيث كان يستخدم هذا الزيت من زمان لتطويل الشعر منع تساقطه، نتيجته رائعة جدا، مفعوله في علاج العديد من مشاكل الشعر وتقويته، لأنه غني بالأحماض الدهنية والفيتامين إي، وهو يحتوي على مواد تقضي على فطريات فروة الرأس، إضافة إلى قدرته على معالجة القشرة، وهو فعال جدا. ننتقل الآن لعمل زيت الثوم. لعمل زيت الثوم بطريقتي نحتاج ل7 فصوص من الثوم، ونحتاج إذا كان لديك الهاون من الخشب، غير متوفر الهاون من الخشب أي المهراز عندنا، يمكنك استخدام أي آنية متوفرة عندك في البيت من الخشب أو من الطين. نحتاج ل7 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. أولا نأخذ فصوص الثوم، توضع في إناء الخشب قلت أو الهاون حسب ونضيف الزيت تدريجيا، قلت 7 فصوص من الثوم ب7 ملاعق طعام كبيرة من زيت الزيتون. يمكنك مضاعفة المقادير حسب حاجتك، لأنه مفيد جدا للصحة وكذا الجمال. نخلط جيدا بهذا الشكل، لاحظي معي. ونضيف الزيت تدريجيا في كل مرحلة خلط.
حتى إتمام كامل الزيت. بعد إتمام كامل كمية الزيت نغطي الإناء بإناء آخر، يفضل كذلك أن يكون من خشب لحجب كامل الضوء أو حتى استخدام آنية الطين. نتركه لمدة 3 أيام. بعد مرور 3 أيام نقوم بتصفية الزيت كذلك في برطمان أو أي إناء يكون غامق اللون، ونقوم باستخدام هذه الوصفة سواء كانت لوصفات الشعر أو للصحة. فزيت الثوم من أكثر الزيوت أهمية للصحة والعناية بالجمال. يتم استخدام هذه الوصفة، له رائحة طبعا نفاذة، ولكن بالنسبة لوصفة قشور الثوم لا توجد بها أي رائحة. لمن لا ترغب بوصفات الوصفات النفاذة يمكنها اعتماد وصفة قشور الثوم بدل زيت الثوم وترك زيت الثوم للصحة. ففوائد زيت الثوم الصحية، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين سي وبي والكثير من المعادن. لدينا مثلا النحاس والكالسيوم، فوسفور، وكذلك كبريت، هو غني جدا بالكبريت، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة. هذه العناصر لها فوائد كثيرة للصحة. فهذا الزيت يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، لذلك فهو يعمل على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالي فهو يساعد على الوقاية من أمراض القلب وحماية الجسم من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات والسكتات القلبية، عافانا الله وإياكم جميعا. يمكنك استخدامه على السلطة، وكذلك له فوائد كثيرة لعلاج الالتهابات، فهو يعمل كمضاد حيوي للبكتيريا والفيروسات والجراثيم، كما يمكن كذلك استخدامه لفطريات الأصابع والأظافر كذلك، فهو يعالج ويفيد في علاج الالتهابات الناتجة عن البكتيريا والفطريات، خاصة التهاب الأذن، التهاب الشعب الهوائية، الجيوب الأنفية. وهذا الزيت رائع جدا خاصة في هذا الفصل، فهو يساعد على علاج نزلات البرد والإنفلونزا والرشح وتهدئة السعال بأخذ ملعقة طعام كبيرة منه يوميا قبل النوم. حتى للأطفال من عمر 5 سنوات يمكن إعطاؤهم هذا الزيت وبكل أمان.